السلام عليكم. حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة يو اس اس دوايت آيزنهاور اشتبكت مع جماعة الحوثي في اليمن للمرة الأولى على الإطلاق يوم أمس. التفاصيل نشرت وتم تأكيدها من قبل القيادة المركزية الأمريكية بنفسها التي أكدت بأن هذا الاشتباك ومدة هذا الاشتباك كانت 10 ساعات، وبدأت الاشتباكات في الساعة 6:30 صباح يوم أمس بتوقيت صنعاء. وهذا البيان الذي صدر من القيادة المركزية الأمريكية هو جاء مباشرة بعدما صدر من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، الذي أكد بأن جماعة الحوثي تمكنت من استهداف السفينة التجارية MSC United. هذه السفينة كانت في بادئ الأمر متجهة من ميناء، وكانت قد انطلقت من ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية باتجاه كراتشي في باكستان. وهذه السفينة بمعنى آخر بأنها لم تكن متجهة إلى إسرائيل. وفي نفس الوقت أيضا إذا ما عدنا إلى حركة هذه السفينة بشكل عام وإلى طبيعة البلدان التي تمر بها منذ شهر نوفمبر إلى شهر ديسمبر، ستلاحظ بأن علم إسرائيل غير موجود نهائيا بأي شكل من الأشكال كما تلاحظون. وفي نفس الوقت أيضا يجب أن ننتبه بأن لم تكن هنالك أي أدلة كافية تؤكد بأن هذه السفينة تابعة لإسرائيل، وحتى أن البيان الصادر من العميد يحيى سريع لم يشر إلى أن هذه السفينة إسرائيلية. وبالتالي هذه الاستهدافات، وهذا ما يجعل هذه الاستهدافات من جماعة الحوثي خطيرة وخطيرة للغاية، والحادث والاستهداف بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية أكدت أنه كان قد تم باتجاه ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي. وبالتالي باختصار هذه السفينة كانت قادمة بهذا الاتجاه ووصلت إلى ميناء الحديدة تقريبا، وقامت جماعة الحوثي بإطلاق تحذيرات وإنذارات لهذه السفينة وطلبوا منها أن تغير اتجاهها أو وجهتها، ولكن طبعا طاقم السفينة رفضوا تماما هذه النداءات. وهنا قامت جماعة الحوثي باستهداف هذه السفينة ب3 صواريخ من الصواريخ المضادة للسفن. وهنا جاء حلف حارس الازدهار الكبير بالمدمرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها، وجاءت البحرية الأمريكية بنفسها هي التي قامت بالتصدي لهذه الصواريخ بصواريخ أخرى مضادة للسفن للمرة الأولى بحسب فوكس نيوز، وتمكنت طبعا من تدمير هذه الصواريخ. وهنا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أن جماعة الحوثي عندما تقوم بهجوم معين فهي لا تكتفي بهذا الهجوم، بل تقوم بعدة هجمات. وعلى هذا الأساس حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس دوايت آيزنهاور تم تفعيلها، وانطلقت منها طائرات F-18 سوبر هورنت لتدخل طبعا إلى البحر الأحمر مباشرة ولتنتشر بشكل مكثف، مع استنفار طبعا للمدمرات الأمريكية بشكل عام والدولية الموجودة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى طبعا يو اس اس لبون التي دخلت مؤخرا إلى المنطقة وهي تقف تقريبا بهذا الاتجاه. وفعلا جماعة الحوثي لم تكذب خبرا وقامت بإطلاق 12 طائرة مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر وخطوط الشحن وباتجاه إسرائيل أساسا، كما تحدثت جماعة الحوثي والعميد يحيى سريع. وأيضا أطلقوا صاروخين من الصواريخ الكروز الموجهة، وطبعا عندما كانت منطلقة في هذه المنطقة جاءت طائرات F-18 سوبر هورنت لتقوم بتدمير هذه الطائرات، واشتبكت معها بشكل مباشر وتمكنت من تدمير الطائرات، وتمكنت أيضا من تدمير هذه الصواريخ هي والمدمرة يو اس اس لبون التي نتحدث عنها. وبالتالي لم تكن هنالك أي إصابات أو أي أضرار أو أي قتلى أو أي جرحى على أي سفينة تجارية أو أي سفينة من سفن حلف أو حلف حارس الازدهار. ولكن واحدة من الطائرات المسيرة من طائرات جماعة الحوثي تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية، وصورتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا الشكل. ومن تصميم الطائرة يبدو بأننا أمام طائرة صمام 3 كما هو واضح، ولكن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من تدمير هذه الطائرة المسيرة. هنالك قضيتين مهمة من كل ما جرى من هذا الاشتباك. أولى هذه القضايا
هي أن يو اس اس دوايت آيزنهاور تم تفعيلها بشكل رسمي الآن في هذه الاشتباكات مع جماعة الحوثي. والأمر الثاني أن حلف حارس الازدهار بهذا الانتشار الكبير تمكن فعلا من القضاء على الكثير من الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي، وبدأ يؤمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من عملية الاستهدافات من جماعة الحوثي أو احتجاز السفن، وبالتالي هنالك نوع من السيطرة والأمان الذي بدأ يتحقق فعلا. وعلى سبيل المثال هنالك سفن يوم أمس، إذا ما عدنا إلى 26 من ديسمبر أي يوم أمس، ستلاحظ أن سفينة MSC جولسون وكذلك سفينة أخرى MSC أوليفر كلها جاءت من قناة السويس إلى البحر الأحمر، عبرت مضيق باب المندب إلى خليج عدن واستمرت برحلتها بأمان. ويجب أن نتذكر أيضا أن شركة ميرسك مؤخرا قالت بأنها ستعود لعمليات الشحن في البحر الأحمر بعد طبعا تشكيل هذا الحلف والحصول على العديد من الأمور المهمة في هذه المسألة. ومن الممكن لهذه الشركة أن عادت الآن فعلا في البحر الأحمر للشحن مرة أخرى، ولكن هنالك عدد من شركات الشحن التي هي لا زالت قلقة من الوضع بشكل عام. على سبيل المثال شركة هاباغ لويد، شركة شحن مهمة للغاية، اليوم قالت بحسب بلومبرغ بأن الوضع في البحر الأحمر لا زال خطيرا وخطيرا للغاية. وقد تكون واحدة من الأدلة على هذا الأمر هو أن السفينة التي تحدثنا عنها اليوم التجارية التي استهدفت من قبل جماعة الحوثي ألا وهي MSC يونايتد، ظهر آخر تسجيل لها بعد هذا الاستهداف بحسب المارين ترافيك توضح بأنها ذهبت إلى ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي ستتجه إلى قناة السويس، أي بما معنى بأنها غيرت وجهتها في نهاية المطاف بعد الاستهدافات القادمة من جماعة الحوثي ولم تتجه إلى باكستان. وهذا هو الأمر الذي يجعل عددا من الخبراء الأمريكيين في المنطقة، على سبيل المثال نورمان رول وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية، أو حتى جيسون براتسكي أحد أهم الخبراء في الملف الإيراني، أن ينتقدوا مسألة الاكتفاء بالدفاع بهذا الشكل ومواجهة الطائرات المسيرة وانتظار الصواريخ وضربها وهي بالأجواء. لا أبدا، بل هم يطالبون باستهداف جماعة الحوثي بشكل مباشر لشل قدراتها من كل الاستهدافات التي تقوم بها في البحر الأحمر أو حتى في خليج عدن. وبالتالي على سبيل المثال نورمان رول قال بأننا لا يمكن لنا أن نعتبر الاشتباك الذي جرى طبعا يوم أمس بأنه ردع ولا رد دولي مناسب على جهة فاعلة غير حكومية تقوم بكل ما تقوم به طبعا بكل تأكيد. ومسألة ازدياد الهجمات من قبل جماعة الحوثي واستمرارها رغم تشكيل الحلف ورغم القوة الكبيرة التي نتحدث عنها اليوم في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي مضيق باب المندب أيضا، هي ليست فقط السبب طبعا عدم الاستهدافات على جماعة الحوثي، جماعة الحوثي تقوم بكل ما تقوم به، لا أبدا، بل إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا والجيش الإسرائيلي مستمر في التقدم، والوضع بشكل عام لا يأتي بمصلحة الفصائل الفلسطينية. الوور مابر كانت قد أصدرت مؤخرا في 24 ساعة الماضية تحديثا جديدا لطبيعة التقدم الإسرائيلي في قطاع غزة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب. إذا ما أخذنا الشمال على سبيل المثال، فهذه الخرائط أوضحت بأن الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المنطقة من أربعة اتجاهات، واحدة من الاتجاهات تأتي إلى شرق جباليا بهذا الاتجاه، وأيضا هذه المنطقة تقريبا سيطروا عليها وقاموا بالتقدم باتجاه شارع صلاح الدين هنا، والاتجاه الآخر أيضا كان قادما من بيت حانون وكذلك من بيت لاهية بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات القادمة من هذه المنطقة التي نتحدث عنها الشمالية والشرقية التقت مع القوات المتقدمة من الشرق من شمال قطاع غزة، وبالتالي سيطروا على منطقة كبيرة بهذا الاتجاه، ولم تبقى إلا جيوبا قليلة من الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة. وبالتالي الصورة المحدثة هنا هي تأتي بهذا الشكل الذي تلاحظونه، لاحظ الفرق وكيف أن التقدم قد تحقق فعلا، وواضح جدا بأننا أمام تقريبا 85% أو حتى 88% من نسبة السيطرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. الأمر أيضا يذهب إلى وسط قطاع غزة عندما نتحدث عن مخيم البريج أو مخيم النصيرات باتجاه دير البلح. الجيش الإسرائيلي أيضا بحسب الوور مابر وآخر تحديث لها أوضح
بأن كان هنالك تقدما باتجاه مخيم البريج. كما تلاحظ هنا هذا هو التحديث الجديد لعملية التقدم الإسرائيلي، وكانت هنالك بيانات صادرة من الفصائل الفلسطينية وتحديدا سرايا القدس التي أكدت بأنها دخلت في اشتباك كبير مع القوات الإسرائيلية واشتبكت تقريبا مع 10 جنود بحسب البيان الذي صدر منهم، وقالوا بأنهم تمكنوا من قتل جندي وجرح جندي آخر، وتمكنوا أيضا من تدمير ناقلة للجنود الإسرائيليين باستخدام القاذفة ياسين أو الياسين 105، وبالتالي بحسب تصريحاتهم أنهم تمكنوا من التصدي إلى هذا الهجوم الإسرائيلي. وطبعا وجود سرايا القدس ووجود الفصائل الفلسطينية وهي تدافع عن هذه المنطقة يوضح بأن الجيش الإسرائيلي مضطر تماما لتطهير هذه المنطقة من أجل تحقيق نجاح في هذا التقدم الذي يأتي كما تلاحظون من هنا من الشرق، وكذلك يأتي تقريبا من الشمال إن صح التعبير، أو من الشرق ومن الجنوب من اتجاهين. وبالتالي من الممكن وعلينا أن نتوقع أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بضرب هذه المنطقة بشكل كبير وعنيف في الأيام القليلة القادمة، إن كانت البريج وإن كانت النصيرات، من أجل الاستمرار في التقدم في هذه المنطقة والوصول إلى شارع صلاح الدين والسيطرة عليها. وفعلا الجيش الإسرائيلي، وواحدة من مؤشرات ما سيحدث هنا كانت واضحة من طبيعة الإنذارات من قبل الجيش الإسرائيلي، طلبوا من المدنيين أن يغادروا هذه المنطقة بأكملها وأن يتجهوا إلى دير البلح، وهذا هو كان الإنذار القادم من قبل الجيش الإسرائيلي إلى المواطنين في مخيم البريج من المواطنين الفلسطينيين. وستلاحظ كيف أنهم طلبوا من جميع هؤلاء أن يذهبوا إلى المآوي طبعا في دير البلح كما تلاحظ. بالتالي الأمور واضحة بما هو قادم في هذه المنطقة. أيضا على مستوى الجنوب في خان يونس، عندما نتحدث عن خان يونس فإن الجيش الإسرائيلي تمكن أيضا فعلا من التقدم والسيطرة الآن بالكامل على بني سهيلة. هذه المنطقة أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية وبدأوا يتقدمون أيضا من 4 اتجاهات باتجاه خان يونس، ولكن التقدم ليس بالتقدم الكبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لكنهم تقدموا بهذه الاتجاهات. وأيضا من هذا الاتجاه الذي ترونه هنا باتجاه تقريبا رفح أو الطرق المؤدية أو الرابطة بين خان يونس ورفح، وبالتالي واضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على هذا الطريق ومن ثم هذا الطريق وقطع الطرق من خان يونس إلى رفح من أجل عزلها شيئا فشيئا، لأنهم يعتقدون بأن قادة حركة حماس متواجدين هنا في خان يونس، وأبرز هؤلاء القادة الذين طبعا تبحث عنهم الجيش أو يبحث عنهم الجيش الإسرائيلي هو يحيى السنوار. وبالتالي هذه هي الخارطة الجديدة لهذه المنطقة كما تلاحظ. وبالتالي بشكل عام الأمور كانت بهذا الشكل تقريبا في 6 ديسمبر الحالي، والآن تغيرت حتى يوم أمس لتصبح بهذا الشكل، سيطرة كبيرة للغاية. الجيش الإسرائيلي بدأ شيئا فشيئا يقترب من نسبة السيطرة على قطاع غزة بنسبة تقريبا 50%، قد لا تكون 50% الآن، ولكنهم يقتربون من الوصول إلى هذه النسبة من خلال هذا التقدم. واضح أن الجيش الإسرائيلي يريد الإطباق على هذه المنطقة من اتجاهين للسيطرة عليها في نهاية المطاف وعلى وسط قطاع غزة، وإنهاء ما تبقى من جيوب المقاومة للفصائل الفلسطينية، وكذلك على مستوى خان يونس. والتقدم أيضا هنا تراه بهذا الشكل من قبل الجيش الإسرائيلي لخلق منطقة عازلة، وبالتالي الهدف واضح بأنهم يريدون الوصول إلى ما يقارب 85% أو 80% من السيطرة، ومن ثم نرى ما الذي ممكن أن يحدث على مستوى رفح. هذا الأمر طبعا هو الذي قد يفسر لماذا جماعة الحوثي مستمرة في الاستهدافات، ولماذا ممكن حزب الله أن يصعد أو حتى نرى هجمات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إن كانت في سوريا وإن كانت في العراق. ماذا عن إيران؟ إيران أيضا قامت بتصعيد جديد يوم أمس مع كل ما يجري هنا، ولكن في الملف النووي. هذا هو طبيعة، وهذه هي طبيعة التصعيد الذي طبعا أعلنته إيران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي أعلنت ما قامت به إيران بشكل رسمي، كما وثقته طبعا الـ Wall Street Journal، وهي التي أكدت بأن هنالك
تطورا إيرانيا وتقدما إيرانيا في إنتاج اليورانيوم، وهو الأمر المقلق بالنسبة طبعا للغرب الآن. فإيران بشكل عام تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في مفاعلين نوويين، ألا وهي في فوردو وكذلك في نطنز، وتستخدم أجهزة طرد مركزية متطورة مثل IR-6 بل حتى IR-8. تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هي نسبة عالية للغاية، وكانت إيران قد خفضت مسألة إنتاج اليورانيوم الذي تخصبه بنقاء 60% في شهر يونيو، خفضته بشكل كبير، وكان الإنتاج لهذا اليورانيوم المخصب بهذه النسبة العالية للغاية إلى 3 كيلوغرامات فقط في الشهر الكامل، وبالتالي لم تكن تنتج النسبة الكبيرة العالية للغاية. ولكن بعد كل ما جرى في قطاع غزة وبعد حتى اغتيال إسرائيل للعميد في فيلق القدس الإيراني التابع طبعا للحرس الثوري الرجل رضا موسوي الذي قتلته إسرائيل في ضربة على مدينة وفي منزله في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق بيوم واحد مباشرة، وجدت إيران بأن عليها تصعيد هذا الأمر، وفعلا بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران صعدت من إنتاج ورفعت إنتاج تخصيب اليورانيوم بنقاء 60% الآن لتجعله ب3 أضعاف، طبعا هي رفعته ليصل إلى 9 كيلوغرامات في الشهر الواحد بدلا من أن كان ب3 كيلوغرامات في الشهر الواحد، وهذا هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدي قلقها من هذا التطور، لأن إيران إن استمرت بزيادة الإنتاج أو زيادة تخصيب اليورانيوم أو التسريع من تخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال فقد تستغل هذا الأمر إسرائيل، لأن هنالك حرب كبيرة، مواجهات كبيرة، استهدافات مباشرة وغيرها، وبالتالي قد يفتح الباب إلى حرب إقليمية خطيرة للغاية. إيران رفضت التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنه أقلق الجميع بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية.